استاذ احنا مالناش ذنب، وبعدين هنروح في رجلين ليه بس؟ احنا ورانا عيال عايزين نربيها. انا شاهد، ثلاثة بالله العظيم ثلاثة، انا شاهد، كان غصب عنك. يعني يا ابني عشان ما توديش نفسك في داهية. خلاص. ما بقاش ينفع. ولا حتى الشهادة بتاعتك تنفع. الحكومة ما تعرفش حاجة اسمها غصب عني. خلاص. وإن شاء الله كده لحد فين؟ باب السجن ولا حبل المشنقة؟ أنت تهرس خالص! أنت السبب في البلوى دي. سجن ولا مشنقة؟ الحكاية دي لازم تكمل. هتكمل لوحدك يا ولد العم؟ ولا محتاج حد معاك؟ وحد الله وخلي قلبك ابيض، انا معاك مش عليك. اذا كنت طهجان قراط اني طهجان 24. سبحان غير الاحوال، قصر في الكلام. عايزين كمان كم واحده زي دي؟ وعزه الله ما فيه ولا واحده، الا اذا كنت حضرتك بقى تسمح لي انزل الدور التحتاني اجيب لك فيه. تحتاني عشان تنزل وما تعودش تاني. فوت فوت. حصرت المداخل والمخارج كلها بأنابيب البوتاجاز وفي كل مطرح انت قلت عليه. خلاص، طلقة واحدة في أي أنبوبة هتبقى ولا نار جهنم. اسمع بلدينا. يسمع ايه بس؟ هي أرواحنا لعبة في ايديكم، عايزين تحرقونا بالحياة. اكفي خشمك يا مسعد افندي، انت بالأخص ليك نارين، نار في الدنيا ونار في الآخرة. ده انت يا راجل لما بترد السلام على حد بتقبض منه. بقولك ايه، حرص قوي، خلي بالك على الاخر، اوعى الرصاصه تطلع غلط في اي انبوبه. ها، الانابيب دي هتكون اخر حاجه مش اول حاجه. خلاص مكانك ولا خطوه زياده. انت مين، عدو ولا حبيب؟ حبيب، ثلاثه بالله العظيم حبيب، انا معاكم حتى لو فيها موت. اي حاجه تنكد على الباشا سياده اللواء انا فيها جوه. مين هي موتها واللط؟ انت قاعد تشتغل مع انهي لواء؟ اللواء عرعر. اللواء مين؟ عرعر. عرعر؟ ما المتجمع مليان لواءات زي الفل، ما التقتش الا ده وتوقع معاه. ده انت معاك حق تعمل اي حاجه. سلموا سلاح اني ضمنه. تعال خد لك موقع، احمي المؤخره. وفين المؤخرة دي سيادة؟ مؤخرة؟
اكيد ورا. يلا. نازلة هربانة من الـ13 بعيد عنك بوليس الآداب قبضوا عليا الظلم. قال ايه؟ انا عضوة في شبكة. ده انا اموت اموت لو اسمي ينزل في الجرايد. قولي بقى، مش عايزين متطوعات؟ ايه؟ متطوعات. ده حلاوة قوي وكملت قوي قوي قوي. متطوعات فيها برضو انت يا مغفل. في اوروبا والدول المتقدمه في بجد في اي معلومات اي حاجه. طب سمعونا صلاه النبي. ماما، نلتقي عندما يلتقي كل الناس في الاخره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابنك سمير بسيوني. عشاني؟ مين فاتن عليا؟ مين اللي فاتن عليا؟ مفيش اي قوة في الارض تقدر تمنعني من الانتحار. مفيش اي قوة تمنعني من ان انا انتحر. انتحر يعني انتحر. انتحر يعني انتحر. مفيش اي قوة على الارض تقدر تمنعني من الانتحار. انتحر. ايه ده؟ ده من واحد من الارهابيين يا معلم باشا. لا لا، ده واحد عايز ينتحر. مش من الارهابيين. عايز ينتحر عشان مراته مركده عليه عيشته. ننقذ يا فندم. ننقذ نفسنا احنا يا سيادة اللواء. ما ينتحر ولا يروح في 60 داهية. ما تشوفوني طريقة اتصل بيها بالجماعة دول اعرف ميتهم ايه. يا سيادة الوزير، انا عندي خطة للهجوم. مفيش هجوم من غير ضحايا يا سيادة اللواء. انا من رأيي نبدأ بالحوار احسن. مين هنا؟ لا دفعة، اصلي بدور على النضارة بتاعتي، اصلها وقعت هنا في وسط الزحمة ومش لاقيها. عندي صداع. لقيت سليمة ولا اتكسرت؟ سليمة. كتر خيرك يا دفعة. هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟
قلت ايه بالظبط؟ سيادتك يعني بقول ايه اللي هيحصل بعد كده ساعات؟ اي حاجه تحصل كويسه، حلوه وحشه مش مهم، المصيبه ان مفيش حاجه بتحصل. ايوه يعني احنا هنعمل ايه؟ يعني ايه الوضع ازاي يعني؟ اسمك ايه؟ هلال. انت خايف يا هلال؟ لا لا خايف ولا حاجه، يعني ايه اللي هيحصل اكتر من اللي حصل لي؟ اسمع يا هلال، افرض اللي احنا لقينا نفسنا فجاه في وسط بحر عبيط، هنعمل ايه؟ هندبش. اديك انت قلتها، هندبش. احنا هندبش، يا اما نوصل للبر ونوقف على رجلينا، يا اما نغرق، مفيش حل تالت. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ مجمع. ايه ده؟ بجد؟ اه بجد. انا اعرفك، انا اللي كنت بفرق فلوس في الاسانسير. اصل كنت طالع فوق السطوح ارمي نفسي. الموت من فوق السطوح حرام، لكن الموت مع حضرتك حلال، موت شرعي. موت ايه يا سيد؟ انت هتفاول علينا ليه؟ الله، انت خايف ليه؟ ده البنادق الالي والرشاشات الموت بتاعهم موت حلو وسريع. تحب اموت معاكم ولا ارمي نفسي من هنا واخلص؟ لا خليك معانا عشان نموت جماعه. ميرسي خالص، ميرسي جدا، متشكر. يا نهار اسود 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 يا مجاز. ردي على التليفون. الو، مين معايا على الخط؟ انتوا متاكدين يا جماعه انكم طلبتوا نمره صح؟ ايوه يا معالي الوزير، بس انا سامع صوت حريمي وحنين. الو، انا وزير الداخليه. ايه؟ وزير ايه؟ وزير الداخليه؟ طب انا اعرف ازاي انك انت وزير الداخليه؟ مش يمكن حد تاني؟ لا انت حد تاني. حد تاني ازاي؟ معقول ما تكونيش عارفه صوتي؟ اعرف صوتك منين؟ محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، في بينا وبين بعض اخد وعطا، عشان اول ما تقول لي الو اعرف صوتك. اعرف صوتك منين؟ اسمعي يا ست، انت اللي بيكلمك وزير الداخليه، وبحكم منصبي بسالك انت مين بالظبط؟ طب احلف انك انت وزير الداخليه، احلف يا ستي. انا وزير الداخليه من غير حلفان، وزي ما حصدقك صدقيني. انت مين؟ انا مندوبه، بعتوني اكلم سيادتك. الوضع هنا مرعب يا سيادة الوزير، الدور كله متلغم بأنابيب البوتاجاز، هيفجروها بالسلاح اللي معاهم. بيحذروا حضرتك انت ورجالتك، اي مغامرة طايشة هيولعوا في المجمع باللي فيه، وانا معاهم. طيب ما تعرفيش ايه مطالبهم؟ وهم كام نفر يا بنتي؟ اعرف ازاي بس يا سيادة الوزير، اذا كان المدفع الرشاش في صار السور ودني. خلاص يا بنتي خلاص، انت تفهميهم ان الوزير عايز يتفاهم معاهم، والتفاهم مفيش احسن منه. احنا يهمنا مصلحه الجميع، ارهابيين ورهاين كمان. سيادة الوزير عايز يكلمك شخصيا. يكلمني انا؟ اه. لا انا ما اكلمش في التليفون. حاضر. عايز يكلمني يبقى من خلال جهاز لاسلكي. ها؟ حاضر. اصل التليفون هيأيد حركتي، انما جهاز لاسلكي ممكن اتكلم فيه وانا في وسط الناس، حركتي تبقى حره. ها؟ صح. حاضر. يبعتوا الجهاز مع طفل صغير يعني 5 سنين 4 سنين. حاضر. في اي حاجه تانية؟
ايه؟ انا مش قادر استحمل اكتر من كده، مش قادر استحمل. اهدي يا مدام، اهدي واستحملي. ايه سيبني. عن اذنك يا استاذ انا ماشي. رايحه فين؟ انا واخده اذن بالانصراف بدري ساعتين. ايوه انا اللي اديتها الاذن. ايه عشان لا مؤاخذه برضع. بترضعي؟ انت شكل واحده بترضع. وبعدين كلام الحكومه ما يمشيش علينا هنا، عادي. في اوروبا والدول المتقدمه بيرضعوا صناعي مغشوش وغالي.